يقول: ما الوقت المناسب لبيان فرضية الصلاة لمن دعوته إلى الإسلام حديثا؟ ما الوقت المناسب لبيان فرضية الصلاة لمن دعوته إلى الإسلام حديثا؟ إذا شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فأخبره بالصلاة، إنه في صلاة في اليوم والليلة 5 مرات، وتعلمه بالطهارة وتعلمه بتدرج شيء فشيء. نعم.